كريم يا خانم، أهلا وسهلا، تفضلي. شو صاير؟ شغلتي لي بالي والله. اجيت لأعطيك هاد. بس قلي لي، هذا كيف وصل لأيديك؟ خده، مو مناسب أبدا. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ بالماضي حطيتني بنفس هالموقف الصعب. ليش أنا شو عملت معك بالماضي لحتى حطيتك بهيك موقف؟ رأيي بلا ما نكبرها أكتر، خلي هاد يكون آخر لقاء لنا. إيه ماشي، طيب على راحتك، بس بدي ترجعي لي كل مكاتبي. أنا مكاتيب هاي ما في شي، كان في بس رسالة بالعلبة. مو قصدي اللي بالعلبة، في مكاتيب كتبت لك ياهون. عن أي مكاتيب أنت عم تحكي حكمات؟ يوميا كنت أكتب لك مكتوب وأنا بالسفينة، ضليت أبعت لك مكاتيب من دون ما أفقد الأمل، قلت لك فيهم ضلي عم تستنيني، رح أرجع لك بسرعة وإنك دائما ببالي، بس ما جاوبتيني ولا على مكتوب واحد. بس مع كل هالشي أنا صبرت، وأول ما وصلت على البر انصدمت وقت اللي سمعت الخبر، رحت تزوجتي من أقرب صديق لي. شو عم تقول حكمة بيك؟ أنا ما وصلني أي مكاتيب منك. كيف ما وصلت مني مكاتيب يعني؟
أوه كريمة خانم، أهلا وسهلا، تفضلي. شو صاير؟ شغلتي لي بالي والله. اجيت لأعطيك هاد. بس قلي لي، هذا كيف وصل لأيديك؟ خده، مو مناسب أبدا. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ بالماضي حطيتني بنفس هالموقف الصعب. ليش أنا شو عملت معك بالماضي لحتى حطيتك بهيك موقف؟ رأيي بلا ما نكبرها أكتر، خلي هاد يكون آخر لقاء لنا. إيه ماشي، طيب على راحتك، بس بدي ترجعي لي كل مكاتبي. أنا مكاتيب هاي ما في شي، كان في بس رسالة بالعلبة. مو قصدي اللي بالعلبة، في مكاتيب كتبت لك ياهم. عن أي مكاتيب أنت عم تحكي حكمات؟ يوميا كنت أكتب لك مكتوب وأنا بالسفينة، ضليت أبعت لك مكاتيب من دون ما أفقد الأمل، قلت لك فيهم ضلي عم تستنيني رح أرجع لك بسرعة وإنك دائما ببالي، بس ما جاوبتيني ولا على مكتوب واحد. بس مع كل هالشي أنا صبرت، وأول ما وصلت على البر انصدمت وقت اللي سمعت الخبر، رحت تزوجتي من أقرب صديق لي. شو عم تقول حكمة بيك؟ أنا ما وصلني أي مكاتيب منك. كيف ما وصلك مني مكاتيب يعني؟